انا ما اقدرش اكون مدير الاداره الهندسيه، ده موضوع كبير. انا ببلغك بقراري، مش باخد رايك او استشيرك. طب سيبك، انا استاهل الترقيه دي ولا لا؟ انا ما بفهمش حاجه في الاداره الهندسيه، ده قرار مش صح. يا حبيبي ما تقلقش، الشركه كلها متسخره عشان تساعدك. وكل ده عشان ايه؟ عشان موظف غلط؟ موظف مش امين، ده مش معناه ان كل الناس اللي هتيجي في مكانه هتغلط زيه. في الاول وفي الاخر دي حاله فرديه. مش ده السبب الوحيد. أنا بجهزك تمسك الشركة كلها. تاني يا ماما؟ تاني وتالت ورابع. طب بصراحة، حضرتك ما بقيتيش تثقي في بابا؟ لا، أنا مختلفة معاه في أسلوب الإدارة، لكن بثق فيه طبعاً. وهو راضي عن الكلام ده؟ أنا بلغته، وهو هينفذ، وأنت كمان هتنفذ.